Seguí. El empates. El empates. همزها اي. قانونها هيبقى حاجة من اتنين بيعتمد على هل الفورس المستخدمة في القانون كونستانت ولا هل الفورس فاريبل. دي اللي هتحرك لك القانون، هل الفورس كونستانت أو الفورس فاريبل. أول حاجة كيس نمبر 1، لو الفورس فاريبل أو الفورس فاريبل الـ I هتكون انتجريت من T1 لـ T2 F دي تي. هو هيديني فورس variable بمعنى مثلا 2T plus 3، كل ما بتغير قيمة T كل ما الفورس هتتغير، وبالتالي هنا بنقول عليها الفورس variable. فلما يقول لي مثلا هات لي الإمبلس في الـ first 3 second، يبقى أنا هعمل انتجريت من 0 ل 3 2T plus 3 dt، واحطها على الكالكوليتر وتطلع لي كده. ده القانون الأول. القانون التاني، إذا معايا الانتجريت يبقى أنا أقدر أشتغل على جراف وأجيب الأريا، جراف ما بين الفورس والتايم. لو أنا معايا جراف الجراف دوت وقدرت أجيب الأريا في المنطقة اللي هو هيحددها لي، فده برضه الأريا هنا تعتبر هي كمان إيكوال للإمبلس. إذا أقدر أعتمد على الانتجريت وأقدر أعتمد على الأريا. مثال خدناه قلنا اللي هو الاكزامبل نمبر 3 عندنا في المذكرة. الاكزامبل نمبر 3 كان بيدينا شكل جراف ما بين ال F وال T، وكان راسم شكل عامل كده، وبيديني قيمة 1 بلس T ماينس 2 باور 2، وعايز الإمبلس أول حاجة في الفيرست 3 سكند. هل نقدر نحسب الامبلس في الفيرست سكند؟ كنت اقدر احسب الاريا دي، خلاص احسب الاريا، بس مشكله الاريا دي انها شكل مش معروف، مش ريكتانجل مش سكوير. فقال لي خلاص من 0 ل 3 1 بلس تي ماينس 2 اور 2 دي تي، احطها على الكتله تطلع معايا دي جاب على طول. طب السؤال الثاني كان بيقول لي احسب الامبلس ان سكند، في ال 50 سكند زي ما قلنا قبل كده، التايم بيبدأ من 0 ثم 1 ثم 2 ثم 3 ثم 6 first second أول ثانية، اللي بعدها تاني ثانية، اللي بعدها تالت ثانية، رابعة ثانية، احنا عايزين خامس ثانية. خامس ثانية يعني هعمل انتجريت من 4 ل 5، الفورس اللي هي 1 بلس تي ماينس 2 باور 2 دي تي، وبطلع الإجابة. في الاكزامبل اللي بعده على طول مديني شكل ومش مديني الفورس، مديني شكل عامل كده شكل الترابيزيوم، دي قصادها 5 هنا ودي قصادها 2 هنا ودي كده 0، وبيقول لي عايزين نحسب الامبلس. اول سؤال الامبلس في الفيرست سكند، مش مديني قيمة الفورس فمش عارف اشتغل بالانتجريت. الفيرست سكند لما جينا نشوفها لقيناها عند الوان هنا هي الاريا بتاع ترانجل البيس بوان، بس الهايت هنا ما كناش عارفين نحدده بكام. طب الحل ايه عشان نعرف الهايت ده بكام؟ قلنا في كذا طريقة، أولها لو أنا وصلت ده كده هيبقى الترانجل الكبير والترانجل الصغير الاتنين سيميلر. الترانجل الكبير الهايت بتاعه بفايف والبيس بتاعته بتو، الترانجل الصغير مرسوم من النص نص البيز، يبقى لما ارسم بارلي البارلي ده يبقى نص الهايت. اذا اللاين اللي انا عايز اجيبه دوت اللي هو الهايت نص الفايف هيطلع 2.5، فأقدر أقول إن الأريا equal half تايم البيس تايم الهايت اللي هو 2.5، وأطلع دي كده. أو بأي طريقة تانية، إحنا كنا في ناس قالت لي ممكن نجيبها عن طريق السيتا، دي تان سيتا opposite على الأدجيسنت من الترانجل الكبير، ونفس التان سيتا في الترانجل الصغير الأوبوزيت اللي أنا عايزها على الأدجيسنت اللي هو، فأقدر أجيب الـ H5 على 2 وأقدر أجيب الأريا. قلنا في طريقة تالتة إن إحنا نجيب الإيكويجن بتاع الستريت لاين ده y ماينس y، هو تان سيتا، وتان سيتا هنا 5 على طول.
y ماينس واي 1 على اكس ماينس اكس 1. واي 1 واكس 1 هي اي بوينت الستريت لاين معدي عليها، اسهل بوينت هي الزيرو. الواي والاكس، الواي هو كاتب عليها اف والاكس كاتب عليها تي، يبقى هشيل الواي واحط اف واشيل الاكس واحط تي. اف على تي ايكوال 5 على 2، تبقى الاف ايكوال 5 على 2 تي. كده اقدر اشتغل بالانتجريت نقول 1 نفس الاجابه اللي انا طلعتها من الحاله الاولى. اذا اي فاريبل فورس هعمل حاجه بالاثنين، يا اما هشتغل بالانتجريت يا اما هشتغل بالاريا على الجراف. كانت الحاله الثانيه بالنسبه لنا، طب لو الفورس از كونستانت الاي هيكون ايكوال ايه؟ قال لي اف في تي فورس في تايم. لكن كمان هو بيقول لي ان الاي تعريفه هو اللي تشينج اند مومنتم. المومنتم اللي اخدناها قبل كده وكانت اسمها اتش كانت ايكوال الام في الفي. معنى كده ان الاي بقت عباره عن دلتا اتش. دلتا اتش لها قانون عباره عن ام في داش ماينس في. في داش ماينس في لو انا عايز اشيل علامه الفيكتور كانت بتتحول ام في داش ماينس في لو البادي ماشي ان سيم دايركشن، ولو حود او غير اتجاهه او عمل ريباوند وتطلع الاجابه ام في. تنفع تبقى كده وتنفع تبقى كده، يبقى في نفس الاتجاه بيبقى القانون ماينس وعكس الاتجاه بيبقى القانون بلس. معنى كده ان الامبلس بقى دي قانونين f في t فورس في تايم وايكوال m v داش ماينس او بلس v حسب اتجاهات الموشن المعروف. هنا بيقول لي اي فورس لازم تبقى بنيوتن والماس كيلوجرام والفيلوستي تبقى متر بير سكند او إذن الأي ممكن تتقاس بأي واحدة من دول. إزاي نطبق على الأسئلة بتاعة الأي ونبتدي نشتغل عليها في بعض المسائل؟ الجزئية الأخيرة اللي إحنا قلناها إن أي بادي بيطلع، أي بادي ممكن يترمي عشان يخبط في الأرض ويحصل ريباوند. ساعة ما بيوصل للأرض هو بيأثر على الأرض بفورس اللي هي الإمبالس فورس، واللي هو ليه ويت كده كده ام جي، والارض بتاثر على اللي برياكشن لفوق. الرياكشن ايكوال الاف بلس الام جي. الرياكشن بتاع الجراوند اون ذا وول اف بلس ام جي، ده لو هي جراوند. طب الحاله الثانيه لو معايا سيلينج سقف وحدفته الماتور في الاتجاه العكسي، لحظه ما هتوصل للسقف هيبقى ليه ويت ام جي، في فورس بتدق لفوق وفي السقف يزق للاكشن. اف ايكوال ار بلس ام جي، يعني الار ايكوال الاف ماينس الام جي. تالت حاله، حاله الوول. لو انا معايا وول وحدفنا كوره تخبط ويحصل لها ريبان، لحظه ما هتوصل تخبط في البول هي هتاثر باف في الاتجاه ده وعكس اتجاه الحركه. إذا أكشن R الام جي بتاعها داون مفيهاش علاقة بالـ R، يعني الـ F هتطلع إيكوال R أو الـ R إيكوال. ثلاث حالات، الحالة الأولى حالة الجراوند برضه بيخبط في جراوند، الحالة الثانية حالة السيلينج، الحالة الثالثة حالة الوول. مثال للكلام دوت، كان عندنا مثال بيقول إن أنا عندي رابر بول الماس بتاعتها 1 أوفر 4 كيلوغرام في الـ الاكسلريشن وهي بتقع لتحت بيبقى 9.8، وقعت من ارتفاع اس ايكوال 10 متر، خبطت في الارض وحصل لها ريباوند طلعت لفوق تاني، وهي طالعه لفوق بتطلع باكسلريشن ايكوال نيجاتيف 9.8 وبتقع تفضل طالعه لحد ما تقف. طلعت مسافه قد ايه؟ طلعت مسافه 2.5 متر. بدل ما طلعتش نفس المسافة اللي وقعت منها يبقى حصل تشينج في الفيلوستي. الريباوند هنا حصل عنده تشينج في الفيلوستي. هنجيب الفيلوستي الأولى v سكوير ايكوال v انيشال سكوير بلس 2 اس v انيشال 2 9.8 في اس اللي هي 10
تطلع عن فيريبل في الاختبار. الحالة التانية بي سكوير ايكوال في انيشال سكوير بلس 2 اي اس، الفي فاينل بزيرو، الفي انيشال اللي احنا عايزين نجيبها ماينس 2 في 9.8 في 2.5، وحسبنا الفي من هنا هتطلع ب7. حصل تغيير في السرعة يبقى في هنا دلتا اتش، الدلتا اتش ايكوال الام في داش ماينس الفي، وعشان حصل ريباوند بيبقى القانون بلس. الماس كانت 1 كيلوغرام، في داش اللي هي 7 متر ودي 14 متر، تطلع الإجابة 21 على 20. الدلتا اتش هي اللي ايكوال كونتاكت ما بين البادي والبلين. هو بيقول لي ان التي في المسألة بيقول لي 1 اوفر 10. جبتين على 4 نيوتن. هو عايز الرياكشن اوف ذا بلين اون ذا بول، الرياكشن في حالة البول والبلين بتبقى عبارة عن الـ F بلس الـ M G. هاخد 210 على 4 بلس الـ M في الـ G. الماس كانت كوارتر G 9، الكلام ده هيطلع بالكيلوجرام، هيطلع الأول بالنيوتن ثم هحوله للكيلوجرام بتويت لما أقسم على 9. إذا التطبيق في القانون ام في داش ماينس في او بلس في حسب اتجاه الموشن ايكوال اف اف تي، فاقدر اجيب الاف وعن طريق الاف اقدر اجيب. ده كده باختصار كان الحاجات اللي احنا قلناها الامبلس، وبعد كده دخلنا على درس الكوليجن في الحصه